الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعة الغذائية سايلوفوز بمدينة السادات، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد الرئيس السيسي على استمرار عمل الحكومة لتشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، لافتا إلى توفر السلع الأساسية والاستراتيجية مع احتفاظ مصر باحتياطيات مناسبة وبشكل مستمر. ارتفعت حصيلة من لقوا مصرعهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 22 ألف شخص في البلدين في حصيلة مرشحة للارتفاع. وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في البلاد إلى 17674، بينما تخطى عدد المصابين 72000. وأشارت السلطات التركية إلى اكتمال أعمال البحث والإنقاذ في ولايتي إكليس وشانلي أورفا مع قرب انتهاء عمليات الإنقاذ في عدة ولايات من بينها ديار بكر وأدنى. وارتفع عدد من لقوا مصرعهم في سوريا جراء الزلزال إلى أكثر من 4000 شخص فضلا عن إصابة 5000 آخرين. يأتي ذلك فيما تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وسط عجز في الفرق الطبية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية، مما قد يسبب في تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين بعد مرور أكثر من 4 أيام على الزلزال المدمر. قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المساعدات ستشمل إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين وإمدادات شتوية وخدمات الرعاية الصحية الضرورية. وقال البنك الدولي إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 700 مليار و780 مليون دولار لتمويل أعمال الإغاثة في أعقاب الزلزال. قال مسؤول كبير في الوزارة الخارجية الأمريكية إن البالون الصيني الذي عبر الولايات المتحدة كان مزودا بهوائيات قادرة على الأرجح على جمع الاتصالات كمعلومات استخباراتية. وأضاف المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد برنامج المراقبة الصينية، لافتا إلى أن الشركة المصنعة للبالون لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني. أخفقت باكستان في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في آخر يوم من المحادثات العاجلة بينهما وفق ما أفادت به وسائل إعلام باكستانية. وعلى الرغم من ذلك بدا وزير المالية الباكستاني متفائلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا لدرء خطر الإفلاس وسط ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام للصناعة في البلاد. رياضيا، يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة حينما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الزمالك خلال اللقاء إلى تجاوز نتائجه السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحقيق انطلاقة قوية في مجموعته بدوري الأبطال التي تضم إلى جواره مع الفريق الجزائري كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.